الإيطالية الخامسة في بطولة العالم الأخيرة التي جرت في تركيا في إسطنبول الشهر الماضي. بالتوفيق إيمان. وقعت على رحمة محمد من مصر وفي النصف النهائي على الجزائر التركية الخامسة عالميا تركيا. نعم لكمتها بطريقة كما شفناها, بينما الإيطالية فازت على لارشا الفرنسية, دخلت مباشرة في النصف النهائي ولم وكانت معفاة من دور الربع. الطاولة في هذا النزال ديمولي من كوسوفو, عبيد من سوريا والتونسية بوالا. لحظات وينطلق النزال الثالث بالنسبة للجزائريات بعدما ضمننا ميداليتين ذهبيتين عبر رميسة بوالا وأيضا حاجي لخليف, ويقرع جرس البداية. نزال جزائري إيطالي, الجزائرية في الركن الأحمر, بطلة نايمة الخليف نائبة بطل العالم تبحث عن الذهب المتوسط. نعم في هذا النزال القوي. نعم هي بدأت يعني راهي تسجل في النقاط بهدوء. نعم نعم تعزى مستقيمة يسارية. نعم ثم يمينية والإيطالية تحاول أن تتقدم فقط باليسارية, يعني التحضير للهجمة هي تعتبر نقطة أيضا لأنها لأنه الملاكم المندفع هو يعني شيء إيجابي بالنسبة للحكام يأخذونه بعين الاعتبار. يسارية تصيب وجهها الإيطالية كانفورا. إيطاليا راهي تضرب عشوائية وإيمان راهي تسديد لكمات بتركيز كبير كما عودتنا إيمان خليف وسط هتافات الجماهير. شوف طريقة اللاكم الجزائرية تلاكم بلكمات مستقيمة. نعم تصيب الوجه مجددا. لاحظ تركيز كبير لإيمان خليف مقلعية. لو تعيدها يعني نتمنى أن تعيد لنا مقلعية نتمتع بها. أكيد إلى الملاكمات القويات في العالم في هذا الوزن, وزن 63 كيلوغرام مع الخليف. ما شاء الله ممتازة. أعادتها. شكرا يا إيمان. مقلعية لك مع صاعدة. ممتاز الأداء, ممتاز التركيز, ممتاز المهارة والإبداع الدفاعية. تستعرض جدا, تستعرض في هذا المساء إيمان خليف مستوى عالمي كيف لا وهي نائبة بطلة العالم. وندخل آخر دقيقة منال في 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 هذه الجولة, هي جولة جزائرية بامتياز لإيمان خليف. لم تترك أي مجال للإيطاليا كافورا. تلاكم وتبدع. نعم. وتمتع أيضا الجماهير. وتمتع الجماهير يعني علامة كاملة لإيمان بكل النواحي. ممتازة 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 رائعة إيمان يسرى يعني مجددا مع مرور اللحظات كلما مر وقت النزال كلما استمتعنا. لا لا يعني لا لا شوف الطريقة التي تلاكم بها تستعرض فوق الحلبة. شوف النظارات, نظارات بطلة قادمة بحول الله إن شاء الله, بطلة أولمبية, مشروع بطلة أولمبية بامتياز. هناك نلاحظ أنه هناك حكمين. نعم العلامة الكاملة, العلامة الكاملة في الثلاثة, ولكن هناك حكمين يعني أعطوا علامة ثمان نقاط لإيطاليا. هذا يعني أنها بعيدة المستوى في الملاكمة أنه مستوى ليس متقارب. نعم ليس متقارب يعني يعكس قوة إيمان خليف, قوة إيمان خليف مستوى العالمي في التأكيد. لحظات
نستمع لما يقوله المدربان. الجولة الثانية كان الحكم يوقف النزال، هناك مشكل ربما على مستوى حداء إيمان خليف عن ماذا؟ غطاء قارورة الماء أكيد. إذا يستأنف النزال في هذه الأثناء مستقيمة أولى وثانية من إيمان خليف. نعم تسير النزال بشكل ممتاز، خروج ممتاز بالقدمين كما ذكرت، هناك تناسق في حركة القدمين، دوران أيضا حول الحلبة والخروج من الحالة الدفاعية. لكمات إيمان لاحظوا أنها يعني من قوتها يعني راهي تفقد توازن الملاكمة الإيطالية، الفارق في المستوى واضح ويبدو أن النزال لم يعد متكافئا. نعم منال، نعم منذ الدقائق الأخيرة للجولة الأولى لم يعد متناسقا، وخاصة ضرب في الجولة الثانية يعني إيمان زاد أكثر في الوتيرة. الإيطالية كونفورا اصطدمت في ملاكمة جزائرية شرسة قوية مبدعة. إيمان شوف كيف تركز، كيف تنظر إلى الوجه، كيف تبحث عن وجه إيطاليا، دقة في النظر. سنتا الإيطالية أذكر هي الخامسة على العالم في إسطنبول الشهر الماضي. الذهب المتوسطي إن شاء الله، الثالث إن شاء الله، الثالث هذا المساء مع إيمان خليف في آخر أيام منافسة الملاكمة في دورة ألعاب المتوسط وهران 2022 آخر دقيقة وعشرين ثانية. إيمان اسم إيمان يدوي القاعة هنا. أنا على مقرب دقيقة انتهاء الجولة الثانية، الدقيقة الأخيرة صراحة يائسة على مستوى المحاولة، لا تترك الفرصة. شاهدوا معي على مستوى هذا المناورات الدورانية تلعب في كل أرجاء الحلبة، تستعمل كل ركن، وهذه من سمات يعني الملاكمات المميزات في الملاكمة الحديثة، يجب أن تستعمل كل أركان الحلبة أولا لتفادي الهجمات، ثانيا لاستعداد لردات الفعل كما تقول كونتر أتاك، يجب أن تجنب الكونتر أتاك أيضا لما تقوم بضربة مستقيمة تتفادى هذا ردة الفعل والكونتر أتاك بسرعة بتحرك جانبي. شاهد معي تحرك الخطوات الجانبية. سيد سيب الروعة من خليف، تنتهي الجولة الثانية الآن والتفوق دائما جزائري من خليف القريبة من الميدالية الذهبية أمام إيطاليا. الإيطالية لقي صعوبة كبيرة، كامفورا الإيطالية الأمور قد تكون واضحة على مستوى التنفس الآن في هذه الفترة، فترة الراحة. شاهد ما أريحية على مستوى الإيطالية في نصوص الملاكمة الجزائرية، جهود كبير باش كتوصل للملاكمة الجزائرية ولكن لقي العديد من المشاكل. أرهقتها كيف أرهقتها الجزائرية بتحركاتها السريعة وبتفاديها. الإيطالية كتبغي تأتاكي ما كتلقاش خليف يعني أمامها، وبالتالي كيصعص عليها يعني الإعداد ديال الهجوم، وبالتالي يعني انهكت قواها. نعم الملاكمه سيدو بعض من الهايلايت يبين ان الملاكمه الجزائريه صراحه يعني تلاكم كانها غير موجوده، يعني تلاكم من بعيد، لا تعطيك الفرصه حتى للمس الجسد، وبعد ذلك تقوم بضربات مستقيمه وامتداد لذراع مميز لجزائريه. خليف بداية الجولة الثالثة راوند 3 الجزائر إيطاليا. خليف أمام كامفورا، الفرصة الأخيرة لكامفورا
وتقدم حتى في الجولة الثانية بالنقاط للاعبة أو الملاكمة الجزائرية التي يكفيها فقط المحافظة على هذا الهامش من النقاط للفوز في هذه المباراة. إذا لم يكن هناك ومستبعد أن يكون هناك ضربة قاضية من كامفورا، في بعض الأحيان قد يكون أو تكون الملاكمة قد تفقد التوازن، بعد ذلك قد تأتي ضربة مباغتة. نعم، يعني ليس هنا مستحيل، لا هنا الأمور صعبة للغاية، قد تقترب من المستحيل، بينما هي ممكن في مستوى عالي، ممكن آنذاك. ليست مستحيلة الضربة القاضية، تقدر في آخر لحظة آخر ثواني تمشي الكاو. صحيح، الوقت هو هذا، يجب أن تحافظ على التركيز. التركيز مطلوب لآخر الثواني. هي الأمور، يعني الأمور لمصلحة الجزائرية معروفة الآن، خليفة هي الفائزة بالميدالية الذهبية، بينما إذا لم تقع يعني أمور قد لا نشاهدها إلا نادرا، كما قلت ضربة قاضية كاو أو ضربة قاضية مزدوجة، دبل كاو قد تنهي كل شيء للإيطاليا، بينما على مستوى النقاط الآن النقاط خليفة التي تريد أن تفوز فقط بالميدالية الذهبية، عندها القدرات أن تفوز بضربة قاضية، لكن لا تبحث عن ذلك، تريد اللقب، تريد الميدالية. خليفة السيليس ما كتفرابيش، ما عندهاش لافراب، ولكن السيليس في الجو ديالها. نعم لاحظ هنا، والسيليس يعني لتقريب المشاهدة الكرام، يعني بالنسبة للسيليس يعني تعتمد على الملاكمة بشكل فني، يعني ما كتضربش، يعني ما كتفرابيش، عندها نسق، عندها أسلوب، عندها أسلوب يعني أسلوب مميز يميز عن باقي المشاركات. نعم، والملاكمات. لما نقول ملاكم صاحب أسلوب متميز نقول عليه ستيليست، يعني تقريب المشاهدين الكرام، وبالتالي نشاهد هذا التميز حتى في التحرك، هذا الفوتورك رائع، هي صراحة مؤهلات خارقة للعادة. شاهد معي كيف تلاكم، يعني حتى هذا الوزن يعني تجد سهولة في الانقضاض على الخصوم. خليف، قد نقولها مبروك لخليف قبل حتى نهاية الثواني، أظن بحكم ما شاهدنا وبحكم الآن أن الأمور انتهت، حتى الإيطالية تعلم ذلك، وبكل روح رياضية كامفورا أسونتا تقر بالهزيمة اليوم. الهزيمة كانت أمام خليف، إيمان بكل استحقاق، أليس كذلك هشام؟ بالفعل ويبدأ القفاز النسوي الجزائري هذا المساء. شكرا لك يا إيمان، شرفتنا يا إيمان بانتظار الإعلان عن النتيجة النهائية، بانتظار التأكيد فقط. مبروك لإيمان، مبروك للجزائر، لك كل التحية، لك كل التقدير يا مبدعة يا متميزة. يا سلام يا سلام، ما هذا الإصرار، ما هذه الشراسة، يا إيمان ما أحلاك يا إيمان، أنت تفرحين وتبادلين الجماهير هذا الفوز، تبادلين لهم هذه الفرحة.